ازيكم يا مواليد برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجدي ليوم الثلاث 4 اكتوبر تشرين الاول 2022. بالنسبة لك النهاردة يا جدي، توقعات العشرية الاولى مواليد 22 ديسمبر ل 31 ديسمبر. انت النهاردة للأسف يا جدي من غير حظ، مش هتبدو ان الحاجات النهاردة بتمشي بصورة كويسة بالنسبة لك في يومك ده. هيبقى عندك كتير من المشاكل في التركيز على انك تركز على مهماتك اليومية. على الرغم من انك هتلاقي صعوبة في انك تحفز نفسك النهاردة، بنصحك بس انك ما تخفضش رأسك وتيأس طوالي. لو قمت بأفضل ما عندك هتبتدي تحصل على كتير من النجاحات اللي بتعتبر محدودة، الا انك لازم ما تتوقعش كتير. لما تبقى بتستعيد هدوءك هتبقى اكتر ثقة وهتتحسن كل الامور اللي عندك. بالنسبة لك النهاردة يا جدي، توقعات العشرية التانية مواليد 1 يناير ل 10 يناير. توقعاتك تعتبر غير واقعية، مش هتصاب بخيبة امل كبير خاصة لما تجري الامور في اليوم ده. على الرغم من كل خططك فانت مش هتتمكن من انك تنجز كتير. هتقاوم رغبتك في انك تلوم الاشخاص اللي حواليك خاصة لو كانت بتمشي الامور دي كلها ضد رغبتك. توقعاتك تعتبر كلها غير واقعية، ممكن تبقى بتصيبك بخيبة امل للأسف. على اي حال بنصحك انك ما تيأس وتحاول تستغل كل الفرص اللي بتبقى معروضة لسه قدامك، بدل من انك تنفذ كل الحاجات بقوة وبصرامة. واجه الحاجات شوية بتواضع في الفترة دي. بالنسبة ليك النهاردة يا جدي، توقعات العشرية التالتة مواليد 11 يناير ل 19 يناير. اوقات كتيرة صعبة بتبقى في طريقك هتواجهها في النهاردة، والمواقف دي هتبقى بتختبرك فيه لأقصى حد. من المهم بس انك تبقى مش بتفقد ثقتك ولا في قدراتك. انت بتمتلك قدرة كبيرة انك تغير الظروف دي. حتى لو كنت بتواجه مشكلات كتيرة في الشغل مش هتفقدها، هتكتشف افضل طريقة تحل بيها المشاكل. المشكلات دايما بتوضع قدامك علشان تتعلم منها وتعرف تستخدمها في الاوقات الصعبة اللي بتلاقيها فيها ايجابية تحسن من خلالها مهاراتك.